مرحبا بكم الناس الكل، هذه اخبار الرياضه من راديو ماد. يستضيف الامل الرياضي بحمام سوسه مباراه وديه النجم الرياضي الساحلي، وهذا نهار السبت 20 اوت الحالي، وباش تقام المباراه في ملعب بو علي الحوار بحمام سوسه، وتدخل المواجهه هذه في اطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. تعقد الهيئة التسييرية للسيابي اليوم ندوة صحفية انطلاقا من 6 العشية بأحد نزول الجهة، ومن انتظر أن تقوم الهيئة التسييرية برئاسة أمير الجزيري بالكشف عن برنامج العمل اللي باش تنتهجه في الفترة القادمة. ينعقد اليوم بمركب النادي الرياضي الصفاقسي 6 العشية بحضور والي الجهة وبطبيعة الرؤساء القدامى وأعضاء الهيئة التسييرية الحالية اجتماع هام لفريق عاصمة الجنوب من أجل إيجاد حلول عاجلة للأزمة الإدارية. على الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين اللي كانت خلال تصفية أمريكا الجنوبية المؤهل لكأس العالم قطر 2022، وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أمر في فيفري الماضي منتخبي البرازيل والأرجنتين اللي ضمنوا تأهل كأس العالم بإعادة مباراتهم ضمن تصفيات كأس العالم 2022. تذكر وقت المباراة كانت وقفت في سبتمبر تقريبا بعد دقائق من انطلاقها بسبب انتهاكات متعلقة بالبروتوكولات الخاصة بفيروس الكورونا. نحكيه على الرياضات الأشرعة والرياضات البحرية. الحدث ابتداء من غدوة في نادي الرياضات البحرية بقليبيا مع الجولة الثالثة لبطولة الصيف. أكثر التفاصيل على برنامج الجولة هذه باش يجينا مباشرة من عند أنيس الزنيدي رئيس نادي الرياضات البحرية بقليبيا. سيدي أنيس مرحبا بك. مرحبا بك سيمار، يعطيك صحة على إتاحة الفرصة. مرحبا 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 سيدي، معنا حتى مزية الأكيد فما الحدث هو يتواصل تقريبا من 18 غدوة 18 أوت حتى 21 أوت بنادي الرياضات البحرية بإقليبيا، لو كانت تعطينا أكثر تفاصيل الحدث هذا. بارك الله فيك سيدي معاف، كما قلت لك حبيت نشكركم انتم شكر خاص خاطر أعطيتونا الفرصة باش نعرفوا بالرياضات البحرية وبالخصوص رياضة الأشرع، كما تعرفوا اللي هي دورها الأساسي ودور رياضي وعندها تمثل الجانب السياحي للتاريخ بالأنشطة السياحية بصفة عامة. في الإطار ذات تندرج التظاهرة اللي ذكرتها في نطاق الجولة الختامية لبطولة تونس الأشرع اللي باش تقام إن شاء الله في مدينة قليبة بنادي الرياضات البحرية من 18 أوت غدوة إن شاء الله حتى يكشي نهار لحد 21 أوت. مشاركة العديد من الأندية اللي تنشط في الرياضات الشرعية كما بنزرت كما حق الواد كما سيدي بوسعيد شربة الحمامات حمام سوسة خيزين بطبيعة قليبية، المشاركين حوالي 150 مجاز من ضمنهم 150 في شاركوا معنا 20 مشارك من شقيقة الجزائر وهذه تدخل في نطاق العلاقات الأخوية اللي بين الجامعة التونسية والجامعة الجزائرية للرياضة الشرعية. هذا هو أكيد الحضور المغروم النجم يجي يتفرج هي دعوة في الكلوب مفتوحة للجميع، الناس كل يشرفونا باش يحضروا ويشوفوا الليفينمون، حتى اللي يحب ياخذ فكرة على الرياضات الأشرع كان عنده حتى صغيرات ويحب يوريهم أكيد النجم يجي ويشوف ياشر. أكيد النجم والناس كل مفتوحة للعموم كبار وصغار والناس كل مغرومة وحتى اللي مش مغرومة خاطر كما تعرف سيادتك سي معاذ الرياضات البحرية فيها شارم وفيها أكيد حتى الزوار مدينة قليبة نجم يجي ويشوف وياخذ فكرة نجم يجي وحتى اللي سما ما يفكس لما المهرجان تاع سينما الهوات أكيد قليبيا أكتوالمون تاع مقامة في قليبيا هما بيدهم زادا انتريسي ويحبوا يجي يحضروا معنا ويساهموا واضح في هذه التظاهرة. يعطيك الصحة شكرا لك أكيد أكيد ان شاء الله شكرك مره اخرى على لا مرحبا معنا حتى شكرا اللفته لا خاطر مهم برشا خاطر ديما احنا الاهتمامات نتاعنا الرياضات المعروفه الرياضات الاشرع ديما براتيكمون قليل وين تتجبد معنا حتى مزيه يا سيدي يعطيك الصحه شكرا لك انيس الزنيدي رئيس نادي الرياضات البحريه بقليب على كل التوضيحات هذه.
بأجواء البحر والشاطئ والمسابقات. ننهي نشرتنا لليوم، إلى اللقاء.